خذ من اليوم عبرة وخذ من الأمس خبرة. الدنيا مسألة حسابية، اطرح منها التعب والشقاء واجمع لها الحب والوفاء، واترك الباقي لرب السماء. إذا سجدت فاخبره بأسرارك، ولا تسمع من بجوارك، ونجيه بدمع عينك فهو للقلب مالك. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله البداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. سلاما على قلوب قرأت، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأيقنت أنها أيام وليس شهور ولا أعوام، وترحل معها الآلام. سلام على صدور تدبرت، ولم أكن بدعائك ربي شقية، فأيقنت أن صاحب الدعاء لا يشقى أبدا. سلاما على نفوس أثقلتها الهموم، فقبلتها بكلمة الحمد لله. أعلم أن الدنيا ستكسر كسرا موجعا يليق بها، وأن الناس ستخذلك خذلانا يليق بهم، فاصبر ولا تجزع، لأن الجبار سيجبرك جبرا يليق به، وليغلبن جبره كسرك، ولتصلحن رحمته حزنك، وليلطفن لطفه فواجعك، فاستند بظهرك المائل على باب صراطه المستقيم. واترك تركة ما أهمك في يد الرحمن الرحيم، ولا تشكو إلا إليه، والسلام على من استودع الله قلبه. كن على يقين بأن لا أحد أرحم بك من ربك، ولا أحد أعلم بهمك أكثر من ربك، ولا أحد يقدر يرفع الضر عنك إلا ربك، فاستعن بالله والجأ إليه في كل حين. قد تضيق بك الأرض بما رحبت، وتظن أن الحزن سيأكل قلبك وروحك ويخيب ظنك بالناس. أيا كان همك، كن على يقين أن ألمك سيمضي، وأنت على باب عظيم اسمه الصبر. يقول لك الله أنه مع الصابرين، وأنه يحبهم، وأجرهم عليه ومكانتهم جليلة لديه. هل تتفرط بهذا من أجل معاناة مؤقتة؟ إياك وإياك أن تنسى أن الحياة الدنيا عبارة عن امتحان، والعيش فيها يحتاج إلى قوة الصبر على الطاعات وعلى المعاصي، وبحسن ظنك بالله تنجو وتنعم وتعيش حياة هنيئة وسعيدة. لا تيأس إذا حرمك الله ما تحب، ولا تحزن إذا انجبرت على التعايش مع وضع يؤلمك. ابتسم، لأن الله قال بكل رحمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أدعوك يا الله أن تعلمني كيف أتذكر عطاياك، بدل أن أعدد ما ينقصني، كيف أشكرك قبل أن أطلب منك المزيد. يا رب ارحمني في لحظة ضعفي، وابعد عني شيطاني ونفسي، واهدني لقلبي وعقلي. اللهم الثبات يوم تتوه منا أنفسنا، ويوم تشتد وطأة الأيام علينا، ونتعثر ونحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب. أجثي على ركبتيك واستقبل القبلة، وارفع كفيك لرب الجلالة ومحقق الأحلام. ادعوه بقلب خاشع موقن بالإجابة، أن يعينك على طريق الحياة، وأن يحقق لك ما تريد، وأن يسخر لك الأسباب التي تساعدك على النجاح، وأن يزيدك قوة وصبر على ما يواجهك من عقبات. إنك بحاجة إلى أن يقف معك مدبر هذا الكون، فهو أعلم بحالك وبما يضرك ويسرك. إنك بحاجة إلى هذا التواصل الروحي بينك وبين الله، لا تعود إليك الطمأنينة والنشاط والهمة والطاقة من جديد. أصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة،
وترى المنية للعباد بمرصدي. حذاري أن تمل من الصبر، لو شاء الله لحقق لك مرادك في طرفة عين، هو لا تخفى عليه دموع رجائك ولا زفرات همك، هو لا يعجزه إصلاح حالك وذاتك، لكنه يحب السائلين بإلحاح. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، لم يقل بما صلوا أو بما صاموا أو بما تصدقوا، بل بما صبروا، لأن الصبر عبادة تؤديها وأنت تنزف وجعا. ولا تنسوا جبر خواطر بعضكم البعض، ما رأيت عبادة أجمل وأعظم من جبر الخواطر، ولا يتخلق بها إلا أصحاب النفوس النبيلة، إماطة الأذى عن مشاعر وقلوب الناس لا يقل درجة عن إماطة الأذى عن طريقهم. اجبروا خواطر وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم، ولا تؤلموا أحد، وقولوا للناس حسنا، وعيشوا أنقياء أصفياء، سنرحل ويبقى الأثر. اللهم اجبر قلبا كل من جبر بخاطر الناس. يحضرني الحين بيت شعري للإمام الشافعي: وتضيق دنياي فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، وإذا بلطف الله يهطل فجأة، يربي من اليابس الفتات قلوبا. وقل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق: سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. إن في الحياة لحظات جميلة وعوالم هنيئة لا يبلغها إلا العقلاء المتزنين المتصالحين مع حقيقة أن الحياة تزخر بالهناء بجانب الشقاء، وتفيض بالطمأنينة بجانب القلق، وتحوي الراحة بجانب التعب، وتحمل الضدين في تفاصيلها. والعاقل من يختار ما يحقق له الثمار الطيبة عند الحصاد. لم يغرق موسى الرضيع وهو في قمة ضعفه، بينما غرق فرعون وهو في قمة جبروته. فمن كان مع الله فلن يضره ضعفه، ومن لم يكن مع الله فلن تنفعه قوته. كن مع الله ولا تبالي. أتضيق بك الدنيا؟ خالقها يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي النهاية لن يبقى معك إلا من رأى الجمال في روحك، أما المنبهرون بالمظاهر فيرحلون تبعا. مع السلامة، وفي رعاية الرحمن أترككم. لحظة فقط، لحظة، لا تنسوا أن تجبروا بخاطري، دمتم ودام حضوركم في سمائي. مع السلامة.